الصبحيات هذا واحد أقعدني وكأنه بيبكي، أقول له مالك؟ شو في؟ قال لي بقول لي بديش تزعل أنت، صحصح صحصح أول صحصح. قلت له أنا مصحصح كلي. قال لي هيك هيك بيقولوا إنه مستشهد منصور. غريبة كيف هذا؟ ما بنعرف عنه أي شيء، يعني لا بنتمي حد عنه، لا بنتمي لا فصيل ولا لحدة. طبعا كان بيشتغل بالسلطة وكان المعاش مش كل هالكد بالأخير، وفي كان عنده دار وعليه سكات عليه ديون، بطل من السلطة وصار يشتغل بإسرائيل، حتى اشتغل مدة قبل الحرب الأخير اشتغل بإسرائيل مدة. وتفاجأنا والله، كانت مفاجأة كبيرة لنا، ما باين عليه أي حاجة يعني، ولا بنعرف عنه أي حاجة مطلقا. عمره 28 سنة. طبعا كان ودود وكويس يعني، ومعاملته مليحة معنا يعني، ولا بأس فيه، كان يعني أخلاقه كويس يعني، الحمد لله يعني صبر جميل الله المستعان. احنا تفاجأنا الكل يعني، تفاجأ بهذا الأمر يعني مفاجأة ما كانت تخطر على بال. الحمد لله الحمد لله.